أكيد من عالم الصحة رح تكون بداية برنامجنا الصباحي لليوم. فجأة ممكن يفيق الشخص من النوم يلاحظ وجود كتل غريبة بالعنق، ممكن يكون هذا الانتفاخ ممكن يكون مؤلم وممكن يكون ليس مؤلم. أغلب الناس ما بتقدر تحدد نوعية هاي الكتل. لنتعرف أكثر على كتل العنق، أنواعها، أسبابها وكيفية علاجها، أكيد معنا الدكتورة ميس حوراني، أخصائية أذن أنف حنجرة. يسعد صباحك دكتورة. صباح. وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. يعني دكتورة ميس، دائما نحن مواضيعنا عديدة ومتنوعة، ودائما هيك بيكون لنا خلينا نقول وقت معين للاستفسارات أيضا اللي عم يطرحوها مشاهدينا دائما بفقراتنا. ما هي كتل العنق بداية دكتورة، وشون بتظهر هيك يعني فجأة في بلاقيها؟ هلا كتل العنق هي أي لمب، أي بروز بتشكل بالمنطقة بين الفك والهون، في اسم عنا عظم اسمه عظم الترقوة. العنق عنا نحن يعني كدراسة أو كجراحيا مقسم إلى مثلثات. نعم. حسب ما تكون الكتلة بأنه مثلث نحن بنتوجه شوي. هلا مو كل الكتل بتظهر فجأة، في كتل عنا بتظهر فجأة وهي على الأغلب هي بتكون الكتل الالتهابية المتعلقة بشيء التهابي، وفي كتل بتتطور على المدى الطويل وهي يعني على مدى سنين حتى نقول، وهي الكتل اللي احنا لازم شوي تسترعي انتباهنا مثل ما بيقولوا. أكيد دكتورة، خلينا اليوم نتعرف على أنواع الكتل، شو هي؟ حسب ظهورها، حسب تطورها، حسب موقعها بالعنق، الكتل ممكن تقسم إلى التهابية ناتجة عن بقايا جنينية. نحن بمنطقة العنق عندنا بنى كتير حيوية، ممكن في عندنا أوعية، ممكن تكون على حساب الأوعية، ممكن لا سمح الله تكون انتقالات من أورام، ممكن تكون شيء من الولادة عم يتطور. هاي أبرز أنواع كتل العنق. تماما. يعني ايضا دكتوره، احيانا هيدا الكتل ممكن تكون مؤشر لشيء معين، احيانا مثلا التضخم بالغده ممكن يؤدي ل مثل انه ظهور كتله، يعني في شغلات. هلا مثل ما قلت قبل شوي سالي انه نحن في عندنا بالعنق، العنق في بنى كثيره، في غدد، في اوعيه، في عضلات، في عقد لمفاويه. تمام. حتى ممكن يكون في نحن عندنا غدد موجوده هون، هي الغدد تحت الفك. حلو. وممكن طبعا المنطقه نحن اللي بدلنا حسب انه هي المنطقه ممكن تكون بهي المنطقه تضخم بالغده، طبعا بالربط مع السريريات، بالربط مع الاعراض الاخرى اللي نحن جاي المريض عم يراجع فيها. اكيد دكتوره، احيانا مثلا الواحد بيقول انا طلع لي كتله هون، يمكن انا زعلت خنقت ام حسيت انه شيء هون كتل طلعوا لي. ممكن كمان في اشخاص يقول لك انا طلعت لي كتله هي ثابته عم تكبر وبقيت يعني على الحجم تبعها. ممكن اشخاص يقول لك مثلا والله انا طلعت لي كتله انا ما اهتميت فيها وبعد بفتره كمان هي راحت. خلينا نحكي شو هي المؤشرات الخطر، امتى الواحد لازم يروح عند الطبيب، اول ما يحس انه في عنده كتله لازم فورا يراجع طبيب، ولا شو الوضع بيكون؟ تقييم الكتل بيكون تقييم شامل، نحن بنبدا من بدء ظهورها، قد ايش اللي عم تتطور، الاعراض المرافقه الى حجمها، المجاورات الموجوده، الأكيد أنه فور ظهور الكتلة يجب أن يراجع المريض. معظم الأسباب، مشان نكون هيك متفائلين شوي، معظم الأسباب تكون أسباب إنتانية. نحن عندنا بالعنق في جهاز اسمه الجهاز اللمفاوي، في عقد على مسير هذا الجهاز اللمفاوي، هي العقد اسمها العقد، هي مثل ما نقول عقد حارسة، هي اللي بتاخذ الجراثيم أو الفيروسات، بتكون مثل المصفاية بالنسبة لها. نعم. فممكن تكون موجودة فيها هذا الفيروس أو الجرثوم فبتتضخم، التهاب العقد اللمفاوية، ممكن تكون ارتكاسية، مشان كمان نكون هيك كمان متفائلين، نحن كل هاي العقد اللي بتظهر فجأة خصوصا تحت الفك أو هون مرتبطة بالإنتانات الموجودة بالتجويف الفموي، يعني النخور السنية بشكل أساسي، أمراض اللثة، الأفت أو القلاع اللي بيطلع دائما بترافق مع ضخامات عقد بلغمية. فنحن بده يكون فحصنا فحص شامل وكامل. العقد اللي بتظهر فجأة بتكون مؤلمة، نحن بالنسبة لنا بتكون هيك مريحة أكثر، وبنحاول ندور على سبب الإنتان، ممكن نلاقي ممكن يكون التهاب عقد بلغمية معزول، ممكن حتى يكون الالتهاب على حساب أي بنية من بنى العنق مثل ما قالت سالي، ممكن الغدة تحت الفك، ممكن الغدة الدرقية، ممكن أي شيء. الكتل اللي بتظهر بشكل تدريجي بتكون صغيرة بتكبر بالرغم من محاولاتنا انه نحن نعالجها، طبعا لازم نطلب استقصاءات تانية مثل التصوير الشعاعي او الايكو، هي اللي بتسترعي انتباهنا وهي اللي لازم نحن نعرف هي منشأها وتطورها ولوين نحن رايحين.
دكتورة ميس، يعني حضرتك هلا انت نوهتي انه لازم يكون التشخيص شامل، معناتها لازم ايضا دغري يتم استشارة الطبيب، لانه في كثير عالم عن جد بتهمل، يعني انه بيطلع لها كتلة يلا بتروح عادي، يعني معلش المرة الجاية بنشوفها اذا تطورت، هيدي الاذا قديش صعبة او قديش خطرة احيانا. بتفوتنا باختلاطات نحن بغنى عنها. حتى الخراجات الناجمة عن التهابات العقد البلغمية أو الخراجات السنية، نحن أحيانا الخراج السني بيعمل عنا عقدة صغيرة، هاي العقدة ممكن تتطور خلال فترة 24 ل 48 ساعة، قديش الفترة كتير قصيرة؟ لخراج هون، هذا الخراج اسمه خراج لودويك، هو خراج مميت الحقيقة، يعني لازم فورا نحن ننتبه نراجع نعالج. العلاج ممكن بالفترة الأولى يكون كتير بسيط، نحن بيقينا من شغلات تانية نحن في غنى عنها. تمام. كمان في أشخاص فورا الطبيب بس يشوف عندهم كتل بيطلب منهم خزعة، بيطلب منهم أشياء تانية، نحن كيف فينا نفرق بين الكتل الخبيثة والكتل العادية؟ يعني حتى يمكن بعد الخزعة الحمد لله بيطلع الوضع تمام، الكتل الحميدة كيف الدكتور أو الشخص ممكن يفرق؟ هل الكتل ما فيها ألم بتكون ولا شو وضعها بيكون؟ هلا أي كتلة تم علاجها لفترة معينة ولم تستجيب، لم يتراجع حجمها، حتى لو كانت مؤلمة أو غير مؤلمة، اللي يجب يعني نحن بنعطيها فترة بالعلاج، فترة بالمراقبة بعد الاستقصاءات الكاملة، ما استجابت للعلاج لازم تتاخذ خزعة استئصالية. خزعة يعني نحن بنشيل الكتلة أو العقدة كلها وبنبعثها للتشريح المرضي. هذا الشيء أضمن، حتى لو كانت سليمة ما عندنا مشكلة، بس أنت في عندك مشاكل يعني بتتلافيها أنت لما تبعتيها. في كتل ناتجة هي ولادية، كيسات مثلا، كيسة ناجمة عن تطور الجنيني هي ما تراجعت، لازم تتراجع خلال الحياة الجنينية، هي ظلت هون بتكون على الخط الناصف أو على جانبي العنق، هي الكتل هي سليمة، بس نحن منخاف إذا هي تعرضت لإنسان تكبر وتضغط على البنى الموجودة بالعنق، وكل البنى الموجودة بالعنق سواء أعصاب أو سواء أوعية هي بنى حيوية، يعني مجرد الضغط عليها بيعملنا أعراض تانية. يضاف لهيك انه بالفترة الاولى لما يكون حجم الكتلة معقول، يعني بصغيرة او متوسطة الحجم، بيكون تسليخها اسهل وبيكون استئصالها اسهل، غير لما تكون كتير كبيرة ونضطر نحن نكشف العنق كاملا لحتى نستأصلها بشكل كامل مشان ما تنكس مرة ثانية. نعم، يعني دكتورة ايضا هيك عم نتخيل هدول الكتل بس للكبار ولا لا؟ هي ممكن تصيب الصغار بالعمر؟ من الاشهر ما في عمر معين. تماما. بطريقة العلاج طبعا بتختلف، والتشخيص يعني نحن لما يكون طفل بنتوجه لشيء، لما يكون كبير بنتوجه لشيء، طبعا بنسال عن العادات، عن التدخين، بنفحص حنجره، بنفحص البلعوم الانفي، بنشوف كل الاشياء اللي ممكن، يعني الكبار بالعمر شوي خصوصا اذا مدخن، اذا عندنا عادات سيئه، فبيكون الفحص كامل، اذن الانف والاذن والحنجره كامل بشكل كامل، البلعوم بشكل كامل، لنفي لا سمح الله اذا كانت عندنا اورام وكانت هي الكتل انتقالات ورميه. اكيد. خلينا نحكي دكتوره، هل في طرق وقايه؟ يعني ممكن الواحد يقي نفسه من الكتل ولا ما في؟ طرق الوقايه تنحصر بالاسباب الانتانيه. تمام. يعني نحن لما نحافظ على الصحة الفموية سواء الأسنان سواء اللثة أو الإنتانات اللي بتكون نحن جوا، هي نحن هذا الشيء اللي فينا نقدر نعمله. فيما عدا ذلك لا، فيما عدا ذلك هي الكتل في لها أسباب ومسببات أخرى، بس الوقاية بتكون بوقاية الصحة الفموية بشكل أساسي. تمام. دكتورة ميس، يمكن نحن هلا حكينا هيك حديث يعتبر شامل عن الكتل، خلينا ننتقل للطرق التنفسية، يعني هلا خاصة بفترة كورونا قديش لازم نقي حالنا؟ يعني في عالم تقول أنا ما فيني عم حط الكمامة، أنا ما عم بقدر بطل التدخين، يعني كمان في جائحة كورونا الثالثة قدي أيضا هيك فينا هلأ نحكي هيك عندها هيك شوي مثل مقدمة الجائحة الثالثة اللي نحن توقعنا حدوثها منذ فترة، ونحن كنا كتير مشددين. طبعا الفيروس الطفرة وصل على البلدان المجاورة واللي هي لبنان. نعم. قبل فترة قصيرة، قبل فترة منيحة يعني عفوا، نحن قلنا دائما الفيروس لا يعرف حدود جغرافية، وأنه هذا الفيروس إن عاجلا أو آجلا رح يجي عنا. خطورة هذا الفيروس لا تنجم بأنه بيختلف كتير، يعني التطور الفيروسي تبعه، بس انتشاره كتير أسرع. الانتشار الأسرع يعني عدد حالات أكبر، يعني عدد حالات حرجة أكتر، لأنه العدد المصابين أكتر. دائما بيجوا المراجعين لعنا بيقولوا
انه نحن ما عاد نقدر نحط كمامه. صح. او مثلا لما دخول المريض بيكون حاطط كمامه بينزلها، انا ما بعرف هذا يمكن صار نوع من القاء التحيه انه نحن بننزل الكمامه. فانا دائما بقول لهم يعني انتم اللي لازم تخافوا على حالكم، نحن بالنهايه خايفين عليكم شوي بس انتم اللي لازم تخافوا على حالكم. يعني هي هذا اضعف الايمان مثل ما بيقولوا، خط الوقايه الاول ما قدرنا نعمله مصيبه مشكله. يعني ما يعني نحن لا عم نقول بالهواء الطلق، لا عم نقول لما تكون لحالك، لا عم نقول لما تكون ماشي مثلا بالشارع او مارس رياضه، بالعكس هي عاده كثير سيئه انك تحط كمامه، لازم تتنفس هواء. بس لما تكون باماكن مكتظه، لما تكون باماكن عمل، بعياده، اذا خلينا نقول اذا مو خايف على الاخرين خاف على حالك، الاخرين مصدر عدوى بالنسبه لك. صحيح. سرعه انتشار الفيروس الحالي سرعه كثير عاليه، ونحن حاليا بجائحه ثالثه من الكورونا، ونحن رجعنا نشوف اعداد مصابين كثير كبيره. أكيد. لكن دكتورة بدنا نصائح للوقاية من كورونا، شو بتحبي تقولي للأشخاص؟ بس بهالوضع نحن عايشين كأنه الحياة عنا رجعت طبيعية، عرفتي؟ يعني الأولاد رجعوا على المدارس طبيعي، نحن عم نعيش حياتنا الاجتماعية بشكل طبيعي، الكمامة صرنا نادرة لنشوفها بالطريق أو بأي مكان نحن عم نروح عليه. هلا شو بدنا نحن طرق للوقاية من فيروس كورونا الجديد برأيك؟ ما اختلفت نهائياً. تمام. نفس طرق الوقاية هي كانت وما زالت. بس هلا ما في كمامات، في أولاد بالمدارس، في حياة طبيعية، شو الوضع هلا بيكون؟ هذا راجع للقائمين على المدارس. تمام. لازم يأكدوا إنه بوجود الكمامة. في عنا مشكلة مع المدرسين وأنا كتير بقدر هي القصة، إنه مشان التواصل البصري مع الأطفال خصوصا الأطفال الصغار بالعمر مشان تعليم النطق وهي القصص، نحن قلنا لهم، أنا بقول لأكثر من مراجعيني إنه يحطوا الفيس شيلد الشفاف. تمام. أول شيء هو وقايته أحسن والرذاذ أحسن، التعقيم، التهوية، هلا رجع الطقس كتر خير الله منيح، يعني فينا نفتح الشبابيك، فينا يعني ما اختلفت وسائل الوقاية نهائيا عن نحن اللي كان عنا قبل، بس صار يمكن طول المدة بزهق، بتخلي الواحد انه يعني انه وبعدين وبعدين بس نحن بنقول لهم وبعدين، يعني نحن وانتم يعني ليس ما يصبح اللقاح متوافر، يعني هذا الشيء ندير بالنا عليه، بدنا يدير بالهم كبار السن. يعني ايضا الكورونا ما هو سهل، يعني مرق على كثير ومرق علينا. هي. يعني ما هو سهل ابدا، وعن جد هو يمكن ما بيحس بالوجع الا اللي بيدوقه للوجع. دكتوره ميس، ايضا خلينا نحكي عن هل مزبوط هذا الحديث او الدراسات اللي عم تقول انه كورونا الجديد هو جلطات، ما في طرق تنفسية، هو عم يعمل جلطات، ولا لا اختلفت الدراسات ولسه ما ثبتت دراسة انه لا هو كمان ممكن يصيب المناطق؟ برجع بقول دائما نحن كثير بعاد عن الدراسات على فيروس كورونا، نحن الفترة الزمنية اللي انتشر فيها فيروس كورونا هي فترة لا تعطي لا موثوقية ولا موضوعية لأي دراسة بتصير، خلينا نقول انه هي ملاحظات. نعم. هلا نتيجة الانتشار الجديد لفيروس الانتشار الشديد لفيروس كورونا، الطفرة يلي هلا هو طالع عنا مو ظهرت، انه صار في اعداد كبيرة من الناس المصابين بممكن تخثر داخل الأوعية، لانه صار في اصابات كبيرة للاعداد للناس المصابين بامراض وعائية او للكبار بالسن او شيء، بس انه هو بيسبب هذا الشيء، هو من الاول ممكن يسبب هذا الشيء. صحيح. صحيح. خلينا ننتقل دكتورة على موضوع ثاني، كثير من الصبايا بيلجأوا لعملية تجميل الانف، بس يعملوا عملية التجميل بينضروا بشكل اكبر، بينقطع تنفسهم، يعني حتى وهن مثلا عم بياكلوا بيطلع صوت، وحتى وهن يعني عم بيحكوا، حتى وهن عم بيناموا بصيروا بيشخروا، يعني بينضروا اكثر صحيا. شو السبب؟ يعني كثير عم نشوفها نحن بين الصبايا، يعني انه الشكل عم بيكون حلو بس ابدا يعني ما عم بيقدروا يشموا، ما عم بيقدروا يتنفسوا بشكل صح، شو السبب عم يكون؟ هلا هذا بشكل اساسي الانف هو شكل ووظيفه. تمام. لما نحن بدنا نظبط الشكل على حساب الوظيفه فنحن فتنا بهالمشاكل. ليك هلا هو في حق مشترك. تمام. يعني حق مشترك على الطبيب وحق مشترك على المريض، لانه انا في كثير من المرضى اللي بيجوا لعندي لا كثير بدنا نصغر الفتحات، طب من وين بده يفوت الهواء بعدين؟ ما هو الانف موجود لوظيفه خلقها الله تعالى لنتنفس. صحيح. تمام. بدك تظبطي الشكل بحيث انه في بنى جوا الانف، في وتيره، في زوايد انفيه. صحيح. بدك التجميل الصحيح، وانا بتذكر لهلا في مؤتمر نحن حضرناه اعتبروا التجميل اللي بتصير بالاسف مو بسوريا، يعني بمنطقه الشرق الاوسط كلها هي اعتبروها مشوهه. طبعا. لانه هن بالنسبه لهم التجميل هو ازاله العيب فقط.
تمام. بدون ما نقول انا بدي مثل انف فلانه او انف فلتانه او انا بدي فوت لاربع خمس عمليات تجميل لحتى هاي المين اللي يزبط. لما نحن بدنا نفضل الشكل على الوظيفه نحن فتنا خلص بانف شكل بالنسبه للوجه وخلص اعتمدنا على الوظيفه التنفسيه بالفم. ما بيفيد وقت الانسان بيعاني تمام. يعني انه من التنفس تصغير فتحات شديد، البنى اللي جوا الانف تكون ما تزبطت. يعني نحن دائما كاطباء اذنيه بشكل اساسي بنشتغل التجميل اول شيء بنظبط المشاكل التنفسيه اللي جوا، لانه نحن حتى تظبيط الشكل الخارجي اذا ما زبطتي من جوا خلص فوتي مشاكل، في عندك الوتيره في عندك القرينات. كل هذا اللي بيعانوا من هاي المشكله بتنصحيهم يرجعوا يعملوا عمليه تجميل ولا في عندهم اي شيء علاج؟ يعني انا بنصحهم يتوجهوا صح، لكن دائما التجميل في استشاره تمام. تتضمن توقعات من التجميل وما يمكن سيحدث بعدين. هي الاستشاره لازم تاخذ ابعادها كاملا صح. لازم تعرف الصبيه هي انفها شو الغلط فيه شو لازم يتصلح. لما يقول لها الطبيب انه انا ما لازم تعملي هيك ما لازم نعمل شيء هيك اكثر لانه هذا الشيء ياثر لبعدين، ما نلجا لعمليه ثانيه عن طبيب ثاني لانه هون في ميلي غلط وهون في بيلي هون فرقت الفتحه عن هي ميلي او هون انا بدي اعمل الانف غطسه اكثر. قصدي اللي راح تنفس على الاخر يعني بدها فحص ممكن بدها اعاده عمليه يعني ممكن بدها اعاده عمليه تاني. لا ممكن بدها اعاده عمليه ممكن الدخول الثاني للعمليه يزيد للمشكله. تمام. عرفتي مو اي شيء انا بفوت عليه عمليه ممكن المشكله اللي صارت من اول مره يعني انا اذا بدي فوت ظبط لها اياها فوتها بمشكله انهدام انف مثلا او فوتها بمشكله اسوء. فهو الفحص والتقييم رقم واحد. نعم. يعني دكتورة ميس ايضا كمان نقطه مهمه كنا نحكي انا وياك فيها تحت الهواء انه اخر حل هو العمليات، دائما الاستشاره مهمه تماما اخر الشيء الواحد بيلجا له هو الجراحه. مع هالمعلومات والمواضيع اللي هيك توسعنا فيها اليوم بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. ان شاء الله هيك مشاهدينا يكونوا سمعوا النصيحه وقدروا يستفادوا منها. ان شاء الله ان شاء الله صباحكم سعيد يا رب. يسعد صباحك وانبسطنا كثير ومعلوماتك كثير قيمه وبشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك.